المهم مشي الحال ونفد جميل. اي والله للاسف قدر ينفد، وقف قلبه شوي وقال تخلصنا منه، بس بعد شوي رجع ينبض. لا تقول هيك حرام عليك. ليش؟ بتعرفي شو؟ والله كنا خلصنا من موضوع الطلاق. بتصدقي لميس؟ اول ما وقف قلبه تذكرت كل افعاله معنا وتفاهته، بس فجأة عملت كل جهدي لحتى انقذه. عملت له مساج لقلبه. انت عملت له المساج؟ انا. بالنهاية هي حياة بني ادم. يعني انا وياك نفس الشيء، ضميرنا صاحي على طول. القصة مو قصة ضمير، القصة قصة مبدأ. تعرف شغلة؟ بركي برد لك هالمعروف هلا وبيمضي لحاله على وراق الطلاق. جميل؟ لا لا ما بظن. ليش بدر؟ تفائل شوي، مو هيك بالعادة بس الواحد يقرب من الموت وبينفد منه وبيقولوا انه بيتغير فجأة وبيصحى ضميره؟ ايه انا رح كون متفائل. ماشي بكرة منشوف ان شاء الله على الاكيد. يلا الاولاد ماتوا من الجوع يلا. ايه والله تأخرنا عليهم. بابا شوفي دخيل هالوش شو نام فيكو؟ عصومة. هذا عصومة. عصومة مرق عليكي أفشل من هيك أب أسماء أولاده محافظهم. ليش تركت لها شي ماء بابا؟ ها؟ ليش لا تنفصلوا؟ كانت تحبك وتهتم فيك على طول. والله المخلوقة مع سلامتها، بس ما حبيتها. شكرا اخذت عقلي وقلبي، مع انها هبلة ومجنونة، بس هي كانت حبي الاول ويمكن الاخير. مظبوط معك حق تتضايقي منا وتزعلي لأنه حملتك مسؤولية البيت، وأنا كمان تركتكم، بس أنا بحسدك لأنك حافظة أسماءهم وحافظة كل مشاكلهم. وبيحبوكي أكثر مننا، والله لولاكي كانوا ضاعوا. أنت ربيتيهم كلهم ودرتي بالك عليهم. لازم يحبوكي أكثر مني. شكراً بتعرفك قوية ولهيك تركتك ومشيت. يعني كانت بتعرف إنك قد المسؤولية، مشان هيك طول عمرها بتترك البيت وبتتركنا. الله يرحمها. أنا طلعت أحسن منه. صح أنا بروح، بس ما تركتكم. صح أنا بشرب كتير وقضيت كل عمري بالشارع، بس ما رحت من بالي أبدا. هيك صار، شو أعمل؟ أنا كنت طفلة وربيتهم من طفولتي وأنا حاملهم. حملناك الهم لأنه كنا منعرف إنك أوعى مننا، حتى حنونة أكثر مننا. ليكي قديش بحبوكي،
بس بتعرفي لو ما كنا أب وأم زراف ما كنا جبنا بنت ظريفة مثلك. والله خلص انسي شو فائدته هالكلام، ما له لزوم. أنا ما بزبط إني يكون أب، بس الله وكيلك ما كنت أقدر أنساكن. أنا مو منيح بس أحسن من غيري بكتير. صح لي إنه أتزوج بس رفضت مشان أولادي. شو بدي أعمل، هيك نصيبي، وأنتو كمان هيك نصيبكم بالدنيا. وما حدا بيقدر يغير النصيب. لميس، بس قلبي بضل أطيب من قلب ولادك. مين؟ ما فهمت. هداك ثروت اللي عنده أموال ما بتاكل النيران، شفتي شلون؟ الحقير زادت ابنه هون ومسائل على بنوب واحد ندل. إيه على الأقل أنا ما عملت مثله. أي مزبوط، أنت أحسن. تسلميلي. عن جد محظوظ أنا لأنه عندي بنت مثلك. شو بدي أحسن من هيك؟ حبيبتي يلا قومي جهزي لي تخت حتى نام، تعبت كتير. لك شو عم يصير؟ شو عم بقلبك العمى؟ الله ياخدك شبك، ليش عم تخبط من الصبح؟ سرعت راسنا. لك فكري شو عم تعمل عندك؟ بابا، بابا شو اللي عم يصير هون؟ يا الله بابا شو عم تعمل من عند الصبح؟ بنتي ما انت قلتي لي انه المغسلة عم تنقط، ليكني عم صلحها. طيب يعني ما فيك تجيب حدا يصلحها؟ انت ما بتعرف تركب برغي، عامل لي حالك مصلح لك، كسرت المطبخ. دغري سويتيني كسرت المطبخ، وبعدين كيف بدي اعرف وين المشكلة؟ شوفي الجلدة هون خربانة. فيكو روح على محل الصحية، اللي بيقول لك عم يعطيني 4 جلدات من هاي. متأكد؟ ليش شو مكتوب على كنستك؟ كتب اسمائكم وعلقها؟ لا عن جد هيك كتير، شو هالتصرفات المجنونة؟ يا الله يا بابا، رجعت مرة تانية كتبت لك اسمك. بابا شباب امتى رح تخلص من هاي الشغله؟ لانه انا بدي احضر الفطور. بدي ضروري هلا تحضروا الفطور. يا الله شو صاير عليكم، روحوا من وشي واشتروا اي شيء من برا وكلوه. يا عيني، ان شاء الله يكونوا هدول جماعه المبيدات الحشريه، بلكي بيشوفوا هالمنظر وبيرشوا عليك مبيدات وبخلص منك بقى. يا قادر يا كريم. صباح الخير. إيه؟ صباح النور احمد، شوفي قبضتوا على عمر يعني؟ لا مو هيك الموضوع، بس بدك تروحي معي لناخد افادتك. لا خير، شوفي من الصباح ليش بدها تروح على المخفر؟ لأنه بدنا إفادتها بخصوص عمر. طيب رح روح غير ثيابي وإجي. يلا ماشي. شو هاد؟ يعني بدك تروحي لهنيك لحالي؟ لا شو لحالي، هلا بدر جاي، أنا رايحة على المخفر. ليكو يا ولاد اشتروا شي بالمدرسة وكلوا، عم تسمعوا؟ أحمد شوفون أنت، أنا فايتة غير ثيابي. يلا أحمد، بابا فاكك مغسلت الحمام. الله لا يوفقك على هالعملة اللي عاملة. فكري انت شو فايتك؟ قاعد عم تكسر اغراض البيت وبعدين بتقول انا ما سويت شيء. ستي مشان الله احكي لك معه شيء كلمه، اذا ضل هيك رح يكسر البيت. شو بدي احكي معه انا؟ شو طالع بايدي ساوي يعني؟ تعال عندي حاجه تخرب بالاغراض، مو انت ابوهم لهدول الاولاد؟ يلا روح مع بنتك، قال طالبين على المخفر، قوم شوف شو بدهم. كوني مطمنه بتدبر حالها، بعدين لا تفوتيني انا بقصص الشرطه. فكري خلص ماشي. يلا قوم روح مع بنتك. حاضر حاضر مثل ما بتأمري، بس بالأول خليني روح ساوي دوش صغير مشان الوسخ، وبعدين بروح معها على المخفر. أصلا ما بيصير أتركها لحالها لأنها غبية وما بتعرف تحكي شي. خدولا يلا روح الحمام ولا تتأخر مشان تروحوا بسرعة. لك أنا عن جد ما بعرف شو هالعذاب اللي عايشينه، يعني إذا ما نو قدران يكون أب ليش لحتى يجيب أولاد؟ اليوم المدير استدعاني على مكتبه وقال لي انه الصغار فيهم يقدموا امتحان القبول بهي المدرسه، هو هيك فهمني اليوم، يعني خليهم يجربوا حظهم مانو غلط. وهالمدرسه منيحه مسموعياتها؟ ايه طبعا، اغلب الطلاب بكليتنا كانوا متخرجين من هي المدرسه. خليهم يروحوا يجربوا حظهم معلش.
لميس طيب بلكي ما قدرنا ننجح بالامتحان. حبيبتي ليش لحتى ما تنجحوا؟ بعدين روحوا جربوا، مو خسرانين شي. بس هي مدرسة داخلية ونحن مجبورين نقعد فيها. ايه احسن هيك، بيروح اثنين من وشي، شو الفائدة من وجودكم؟ ايه امي حبيبتي شو هالحكي، بتزورونا اخر كل اسبوع. والله انا الهيئة ما رح انجح، بتروح لي لاس وانا بضل جنبي. سكوت شو هالحكي هاد يا فيكو، اذا ما رحت انت ما بروح انا. خلاص هالقصة ما بدها كل هالقد، بدرسكن انا وبتنجحوا، الشغلة سهلة يعني. ليش لحتى انت تدرسن، انت مو فاضي، خلص خليها علي، انا بدرسكن. بهيك حالي انا بوافق. ممتاز، اذا بتدرسني مثل ما علمتني السلة انا بضمن نجاح. خلص فكرة شبك الشغلة، ما بدها تعمل لحساب كل هالقد. صراحة انت يا بدر ما شاء الله ما بفوتك شي بنوم. شكرا تيتي. شبكي تيتي، ما اكلتي ولا لقمة، ما بيصير هالشي. خلص انا هلا بدي طعمي امي حبيبه قلبي بايدي، ولا يهمك ما بتتذكري كيف كنتي انت تطعميني غصب عني وقت كنت صغير. يلا بلا بلا يلا، مو قدراني اكل ولا لقمه، لو جوعانه كنت اكلت. ما بتفهم انت، خلص ما بدي بعد المكرونه مني. قالت لك وجع عضلي اكل شيء ما بيرد. كبت لها على ابوها. الله لا يوفقك، نزعت لي طعمي. الله يكسر ايديك على هالعمله يا دب لك. الله يلعن الساعه اللي خلفتك فيها. هذا الطقم هدتني يا حماتي بيوم عرسي من 50 سنه، والله جاي على بالي اضربك هرلك اسنانك. بابا هلا بعد الاكل صلح حنفيه المجله، مو تنسى هالشي. الحمام بالاول نسيتي انه الحمام خربان كمان؟ وين بدنا نروح نقضي حاجتنا يعني؟ لك شو هاد، والله غريب. أمي شوفي، يعني هذا شو بده يكون؟ بيكون طحين مو؟ ايه ايه فعلا بتحسي مثل الطحين. خلاص اتركه من ايده، هلا لميس بتعرف شو هو. بس انتبه اصحك تاكل منهم، بجوز تكون منسية مدتهم. طيب أمي انا بدي روح. ايه يلا روح وطول مشان نرتاح منك شوي. لك شو هاد؟ شبك؟ كيفك امي؟ هدول الخشبات جبتهم مشان صلح فيهم تخوت الاولاد لانهم مهرهرين، ورح ساوي لهم هلا تخوت اجداد ومناح مشان ينبسطوا. مفكر هيك بتفيدهم؟ بدك تساوي بهالخشبات القديمه تخوت جديده؟ شو صار لعقلك؟ والله انه وجودك وعدم واحد بهالبيت هاد. امي والله احترت معك، انا كيف بدي ارضيكي؟ شو ما سويت ما بيعجبك، شو هالحاله هاي؟ لك فكر شوي فكري، هدول الخشبات مهتريين على الآخر وما بيشتغلوا معك. لا أصلا هدول مسوسين ومليانين فسفوس. عم تحكي جد؟ طبعا. ولي وأنا عم أقول لحالي، ليش كل الوقت عم حكوا أهرش؟ لو ما قلتيلي كان الفسفوس أكله للأولاد. اسمع، بدك تساعد أولادك وتفيدهم عن جد، أول شي شيل هدول الخشبات وكبهم برا. لا جنني، يلا شيلهم من هون ولا بقى تجيب هالشغلات على البيت. اسمعوا، لا بعد ما تكبهم بدي اياك تروح فورا وتعتذر من شيماء وتصالحها، مفهوم؟ وبعدين تتزوجها وبتجيبها لهون على البيت. لا. لانه لازم يكون في هون مره مشان تهتم بهدول الاولاد. عم تفهم شو عم بحكي؟ يلا روح من وشي بسرعه. امي 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 شبكي امي، لا تقولي لي انه انت رح تموتي كمان. شكرا ما صار له وقت ميتة وانت هلا. طيب يلا قومي بسرعه معي، خلينا نروح على المستشفى. يلا تعالي معي امي، خلينا نروح، انت لا تخافي، خدي نفس. ايوه برافو عليكي امي، لو سمحتي لا تعانديني، خلينا نروح على المستشفى مشان اطمن. لا تخافي يا ابني لا تخاف. طيب روح جيب لي كاسه مي، بشرب الدواء وبصحي. امي لا خلص مستحيل خليكي هون، قومي روح على المستشفى عصومي لا تخاف. يلا امي جهزي حالك فورا مشان روح على المستشفى، بدي اطمن على حالتك انا. ما بدي، قومي جهزي حالك، رح انطرك انا شوي برا. تمام حابه روح على المشفى. طيب شو مشان الولد بدنا نتركه بالبيت؟ بناخده معنا. قوم عصومي، رح احط هدول الخشبات هون لارجع. تيتي انت موجوعه؟ يا ستي مين رح يدير باله على أخواتك من بعدي؟ مين؟ أنا بدير بالي عليهم حبيبي، جبني لهم. يلا أمي يلا تعالي، لكو علي شوي رح أعدك هلا على كرسي الدولي. أنا ما بدي كرسي متحرك، ما بدي يا أخي، أنا بقدر أمشي لحالي. إيه أمي بعرف إنه فيك تمشي منيح، بس إذا قعدتي على الكرسي بفوتونا أسرع وما منضطر نتأخر، فهمتي علي؟ شبكي أمي شغلي لي مخك شوي. هاي عصومة خد
لك أمي تعلمي مني شوي، أنا ذكي كتير. يا ابني أنا كتير منيحة وما فيني أي شيء. شلون منيحة؟ طلعي على المراية وشوفي وشك شلون أصفر مثل الليمونة. خلينا نطمن بلا ما تموتي. عمهلك عمهلك. يا سلام وصلنا. مرحبا. أهلين. كيفك؟ معلش تروحي تقولي لصهرنا أنه السيد فكري وأمه صاروا بالمستشفى وعم يسألوا عنه. يلا بسرعة إلا أنه أمي ما فيها تستنى. بس ما قلت لي من هو صهرك؟ ايه مظبوط ما قلت لي، بس والله نسيت شو كان اسمه هالولد. بصر بكر. بدر بدر، بعمرك ما بتصير بني آدم. في حدا ما بيعرف اسم الرجال اللي بده يتزوج بنته؟ بدر، يلا قولي لبدر يجي لحتى يفحص أمي. ليش شو صاير معك؟ تفضلي هاي الملف تبعها. رح حولكم لعند الدكتورة ملك، لأنه ما عندنا دكتور بهالاسم هون. ايه تمام. إيه. يلا خلينا نروح معه. يا بنتي مشان الله حوليني لوين ما بدك وخلصيني منها. طيب تفضلوا معي. أمي لك بدر طلع عم يضحك علينا وقايلنا أنه هو دكتور بهالمشفى. تيت أنا تعبت وأنا ما عاد عندي صبر، أحسن شي نمشي. شو هالمكان هاد؟ الداخل مفقود والخارج مولود. لا أنا كثير تعبت ما عاد فيني أتحمل. خود مسك عصومة، مسكه عصومة، يلا مسكه وخلي لي هالشنطة كمان معك، حطها على كتفك. يا بنتي فيك تساعديني شوي إذا بتريدي؟ اتفضلي خالي. وافي هون قدامي بنتي. دقيقة شوي حبيبي بعد. عفوا شو اسمك؟ أمينة. ها أمينة، لك يا بنتي بس يطلع ابني من الغرفة بدي تقولي له إنه أمك ملت كثير وأخذت الولد وراحوا على البيت. تمام يا خالي. يسلموا حبيبتي. خلص مو مشكلة، نحن هلا منكمل. شكرا لك يا مزوقة. شكرا لك. العفو. يلا عصومة مسك ايدي مني. لا ما بيصير. خلاص لك حاجة تكبر الموضوع فيكو، دراسة منيح بتنجح، ما تاكل هم بنوب ماشي. لك مو هاي هي المشكلة. شو المشكلة لكان؟ ما بده يتركك ويبعد عنك يا عائشة. لك انت شو دخلك للاس؟ يعني أنا عم بكذب؟ يا زكي أنا ما رح كون هون السنة الجاية، بابا أكيد رح يطلع من السجن وبدنا ننتقل لمكان تاني. شو هالحكي؟ ما عاد نشوف بعض؟ رح أبعت لك رسائل. ما عاد لك حجة فيكو، لازم تنجح بهالامتحان. ونحن عرضنا بيتنا للبيع وأمي رح تجي معي على أنقرة، ما عم تقدر تنسى عمو فكري وهي هون. وأنا حكيت لأختي. حلو كتير، معناها حضر حالك للسنة الجاية لأنه رح تكون متجنن. طبعا يا روحي مدام رح نكون سوا. تعرفوا أنا خايفة كتير من الامتحان، إن شاء الله نقدر ننجح إذا درسنا بدر. بس معقولة نخلص كل شي بيوم واحد؟ طيب شو رأيكم إجي معكم بستنى بريا مع أختك لبن ما تكونوا خلصتوا؟ موافق، بعدين منروح نلعب كرة سلة. إذا نجحت بفكر، لأن أنا ما بلعب مع راسبين بنوب. يا سلام والله حلال عليكي، برافو وجبتي معك زينة. اجيت لك حلق متعميتها بشو؟ برافو علي يا احمد. احمدي ربك انه ما وقعتي بمصيبه يا بنتي. انت متخيله قديش هالموقف كان خطير عليكي؟ اخ بتعرفي لميس لو كنت محل خطيبك والله ما كنت سكتت لي. بترجاكي تيتي اوعك تقولي هذا الحكي قدام بدر، والله بجن لحتى راضيت وطلعت عيوني بالطول وبالعرض. انا بعمري ما شفت وحده شجاعه مثلك. ورح ابصم لك انه انت البطل الثاني بهالحياه. مين الأول عائشة؟ فيكو لا تتحمس كتير، أكيد مو أنت. بالعادة الأب هو أكبر بطل عند البنات. أنت خليك ناطر بجوز يجي يوم وتصير بطل. معناها تفائل لسه الأمل موجود. يلا حاجة حكي هلا، عدي راسي عندكم امتحان بكرة. يلا على أساس اليوم بدر بده يجي يدرسنا، بس كأنه بعد ما تخانقتوا ما رح يجي لعنا. فيكم تقوموا تروحوا تسألوا، ما بظن بيرفض الكنتم. مو مشكلة حتى لو ما رضي أنا بدرسكم. أنت ما بتقدر، الامتحان صعب كتير وبدري اللي لازم يدرسه. إذا بدك أنا بروح لعنده وبقله، لأنه بالنهاية السجل شيء والحب شيء تاني. يا عيني عليك. هدي بقى أنا ما عجبتها. لك شو نسيتي وقت كنت درسي؟ اسمعوني وعد، خلوا هاي البنت الظريفة تروح من بين إيديكم. هالبنت كتير ظريفة يا فيكو، ما تعمل مثل أبوكا. شو دخلني أنا فيها؟ ملاحظة أن الولاد صغار وما بيصير نقول هيك قدامه. إيه عم اسمعك. هلأ القصة هي بس بدر ما كن عم عطلك عن شي مهم. مو مشكلة خدي راحتك أنا مو مشغول. طيب
هلأ الموضوع اللي بدي احكي فيه مهم كتير، يعني ولهيك بدي انه تسمعني للآخر وتفهمني منيح. ولا يهمك، قولي بفهمك. هلأ فيني احكي. الموضوع هو في كوليلات في عندن امتحان مهم بكرة. طيب وغيره؟ انا بدي منك تروح وتدرسهم، واذا قبلت تدرسهم رح يكون الكعك والحليب علي. والله ما بعرف شو بدي اقول، فاجأتيني يعني، وخاصة انه انا بحب الكعك والحليب، ما عاد فيني ارفض بنوب. خلص انا رح درسهم. برافو عليك، يعني ما رح تدخل مشاكلك مع لميس بهالموضوع. ابدا مستحيل فكر بهالطريقة. برأيي تروحي لعندهم وتناديلهم. خلينا نبلش فورا. طيب رح يروحوا ناديلهم. على فكرة انت محظوظ كثير، لانه عن جد لميس خطيبتك واحدة كثير قوية وشجاعة. مثلا اليوم خاطرت بحياتها، عن جد انا معجبة فيها. انا خلصت. بس انا لسه ما خلصت، على مهلك شوي. لسه معك وقت، يلا كملهم لشوف. طيب ليك بدر، مو انت علمتنا الطريقة وانا حليت هون مثل ما علمتني وكله مزبوط. لك انت شو عم تقول؟ طريقة هديك مو مشان هالمسألة. اعطيني اعطيني لشوف شو مخبس. لك والله كله صحيح، يعني انت عرفت كيف تستخدم طريقتي، يعني الارقام بالمقلوب بس الاجوبة تبعك صحيحة. برافو عليك. والله جد؟ ايه والله. بدر انت شاطر، فهمتنا كل شيء، ليش ما بتصير استاذ؟ انا؟ ايه انت استاذ كتير منيح، لو تشوف احمد وهو عم يدرسني شلون بيضربني. لا بالعكس انتو الشاطرين، فهمتوا علي؟ وبدي اقول شيء كمان، انتو فيكن تنجحوا بهالامتحان بكل سهولة. وانت اذا حليت بهالطريقة رح تجيب 70. انا؟ ايه معك حق تستغرب بصراحة. مشان تعرفي قديش انا ذكي. لك نكمل. كيف الشاطرين؟ ايه شو ما خلصتوا لهلا؟ ايه تقريبا خلصنا. يلا على البيت لك. الحليب والكعك عم بيستنوكم هنا، هدول حصة الاستاذ تبعكم. عائشة هي اللي وعدتك فيه. شكرا لك وإلها. بس لميس بدر بيعرف شيء انتو ما بتعرفوا عني. بالله جد؟ جد عرف انه انا ذكي كتير. طبعا انت كتير ذكي، بس شوي كسلان. لا تنسوا اهدوا وما تخافوا، تمام؟ لازم تحلوا على مهلكن، عم تسمعوني؟ وبأكد لكم رح تنجحوا. كفك. اوب برافو عليكم، يلا موفقين. يلا ليلاس فيكو، يلا كلوا عسل لشوف. يلا لازم تتغذوا قبل الامتحان، يلا كلوا منيح وخلصوا لحتى نروح بسرعة. والله ما تكون هالطاولة دائما هيك، أنا مستعد أقدم فحص طول عمري. والله يا لميس أنا كتير متوترة، بركي ما نزحونا بالامتحان، بعدين مو جاي على بالي حط جيب تمي. يا عمري شو هالحكي هاد؟ توترك هذا ماله لزوم أبدا، الامتحان ما راح يكون صعب، وأنتي شطورة ما بنخاف عليكي. يلا ما بدي أشوف ولا لقمة بصحنك، يلا كلي. عائشة عائشة لسه ما أجي. سمعتي؟ إن شاء الله ما تتأخر. أختك عم بتقول إنه متوترة من الفحص وأنت مو أخذ بالك غير عائشة؟ لك فهمني شو بدك فيها هلا؟ عن جد غريب. احمد ما بيصير تحكي عادي. خلص فيكم ما في اشطر منه. يلا رح يوصلهم بدر. هو هيك قال، بس والله ما بعرف. ايه لكن قومي روحي روحي لعنده وصالحي، حاجه متخانقين. مو هيك قصدي تيتي، بس يعني بركي صاير معه شي شغله. يلا يا اولاد خلصوا اكل بسرعه لشوف. شايفه شغل الاولاد؟ قولي لنا تيتا هي رزة شو بدنا نسوي فيها؟ ايه مزبوط، يعني شو رح نعمل فيها؟ لو بتعطينا سكرة احسن. يا ولد خذوا وسكوت، هذا الرز قاري عليه ستك، خلص سايرة لتيتا هلا. ما عم بفهم شلون حبة رزة صغيرة رح تقدر تفتح لي عقلي. حق علي، رجعيها لشوف فورا. بالاساس مو موجود براسك عقل لتفتحه. تيتا انا ما في داعي اكل شيء، يعني هن اللي عندهم امتحان مو انا. تمام خذ لشوف. شو شايفتك أخذتي السكر فورا؟ أنا أخذتها للإحتياط، يعني لأنه بخاف ينزل السكر. شوفوا شو عم تحكي هالشبر ونص، شايفتلكن ياها مقليلة بالمرة. يلا يا أولاد بسرعة استعجلوا شوي مشان ما نتأخر.
يلا خلصوني بقى. اسمعوني لألكن، بدكن تنجحوا، إذا ما نجحتوا مالكن فوتي على البيت. لا تيتي لا تحكي هيك، هلأ بتوتريني. لو يتوتروا يلا. أحمد دير بالك على الصغار. تمام تمام، هلأ باخذوا المشوار. وين بتحبوا تروحوا؟ هجناني. فيكو ليلاس يلا خلصونا، يلا بسرعة رح نتأخر. يلا أجينا. شبك لميس لا تخافي، معنا سيارة مرتضى ما رح نتأخر. يا الله بلا ما تفوتوا متأخرين على الامتحان. خير شوفي. يا الله خير جميل. بدنا نفتش البيت، معنا إذن من النيابة. تفضلي هات لشوف، ورجيني شو هالإذن وليش بدكم تفتشوا البيت. الموضوع ما بيخصك، لهيك الأفضل إنك توقف على جنب. صحيح الإذن رسمي، هاتوا لهون. جميل استحي. نحن أخذين إذن نيابي، لهيك خلينا نشوف شغلنا. يلا يا شباب. عرفاني ما رح يمر أحلى. شوفي فوتوا دوروا بالغرف. طيب ماشي انا شوفي فايتهم. جميل يلا يا شباب يلا دوروا بكل مكان. لك شو القصه ولا بس بدك تعمل مشكله؟ احمد اتركه يساوي يلي بده اياه. اسمعني ولا انتوا هلا ببيتي، شو عم تعملوا هون؟ قلي لمي. شوفي حبيباتي طلعوا استنونا برا. عصومه قوم حبيبي بس الامتحان. يلا انتوا طلعوا استنوا برا شوي ومنوصلكم على المدرسه، لا تخافوا اتفقنا، ما رح نتاخر بوعدكم. يلا طلع فيني، الموضوع مو نظيف، قول شو القصه. هذا مو شغلك بدر، اتركه، اصلا هو ما رح يلاقي هون شي. الاولاد عندهم امتحان اليوم واذا تاخروا بيكون بسببك. اذا الاولاد ما لحقوا الامتحان رح تشوف شو رح اعمل فيك. جميل ايه شوف شو لقيت. شو لقيت؟ شو هاد؟ يمكن مخدرات. يا الله شو هالحكي، لقيتوها بالمطبخ، بدها زكا يعني بهارات. لميس هي شلون وصلت لعندكم؟ هذا ابوكي لقى هاي القطعة مبارح، قلت له بجوز تكون طحين وفات حطها جوا بالمطبخ لانه قلت له منستفاد منها بالطبخ. هدول مخدرات. كيف؟ مدام لميس انت رهن الاعتقال بتهمة حيازة مواد ممنوعة وخطيرة. يلا حطوا الكلبشات بإيدها. شو هالحكي فاضي، هذا اكيد في شي غلط. لك يا اخي مخدرات، شو شو جاب المخدرات على بيتنا؟ بدر اهدي حياتي، خلص روحي انا جاي وراكي فورا، لا تخافي ابدا. Thank you.
طمنينا. قولي لنا استاذه شو صار مع لميس؟ نقلوها على المحكمة المناوبة. يا الله شو معنات هالحكي؟ عادي انتو لا تاكلوا هم، بس شكليات. هلا هن نقلوها على المحكمة وانا شرحت الموقف تبعها ووضحت القصة. الواضح انه في حدا حابب انه يلبسها التهمة إلا بس. ايه احكي. هلا القاضي والمحكمة هن اللي بيقرروا شو الوضع. تولاي مرتضى، روحوا انتو وخدوا الاولاد معكم، انا رايح على المحكمة، شوفكن المسا تمام؟ تمام، يلا يا اولاد. انا مو متحرك اذا ما رحت لميس معنا. وانا كمان. خلاص يا اولاد، لميس المسا رح ترجع على البيت، خلونا نروح ونستناها. يلا لميس رح تلحقنا؟ اسمعوني، المسا رح ترجع اخدكن على البيت، انا بايدي رح جيبها، اتفقنا؟ بدر ما تترك وعدني. انا ما رح اترك بوعدك، بوعدك. يلا على البيت. يلا امشوا. حاكيني إذا صار. يلا المسا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.